ياسر العطيفي مواطن من أبناء محافظة الأقصر، وخلينا أقول لكم من ساعة ما جاء الرئيس السيسي وافتتح طريق الكباش وكأنه افتتح باب وأعطى للأقصر قبلة الحياة من جديد لتعود السياحة. يعني زي ما احنا شايفين واحنا دلوقتي في معابد الكرنك من 2011، ومن بداية جائحة كورونا الأقصر لم تشهد هذا الإقبال السياحي المتميز، وكأني يعني بحكمة الرئيس السيسي وحنكته لما جاء الأقصر حب يوجه رسالة للعالم كلها يقول لهم أن الأقصر هي بلد الأمن والأمان، وأنا بفتتح طريق الكباش عشان أقول لكم تعالوا اتفضلوا. وبالفعل زي ما احنا شايفين حالة من الرواج السياحي بتشهدها الأقصر لم تحدث منذ 2011، إشغال كامل للفنادق الثابتة والعائمة، إشغال كامل لباحات المعابد السياحية والمتاحف والمقابر. يعني الأقصر بصراحة ولله الحمد عادت من جديد لتتربع على عرش السياحة، ولولا الاستقرار السياسي والأمني في عهد الرئيس السيسي ما كناش شفنا ده خالص.